بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء. كمان النهاردة في أتربة في الجو مع هدوء في نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية. لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في غبار موجود في الجو النهاردة. بالفعل يمكن النهاردة هنبدأ نشهد ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة. اليوم وغدا إن شاء الله عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 27 درجة مئوية، ارتفاع بمعدل من درجتين لثلاث درجات، ويمكن ده هيكون في أغلب محافظات الجمهورية لأن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حبس الملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي هنحس بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الخريفية الدافية أو المائلة للحرارة فترة النهار في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، يمكن أغلب محافظات الجمهورية فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار. لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، الأوقات دي هيكون فيها مزيد من الانخفاض في قيم درجة الحرارة، مزيد من الإحساس بالبرودة، لأن الكتل الهوائية كتل هوائية صحراوية بتنخفض درجة حرارتها بشكل كبير خلال فترات الليل، فبنحس أكتر بالأجواء الباردة أو الأجواء المائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. طبعا في اعتدال في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، وده بدوره هيخلينا نحس بوجود بعض الأتربة العالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، يمكن كمان بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. بالإضافة كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد، وتحديدا عند منطقتي مدينتي حلايب وشلاتين، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. متوقع غدا استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة، وهي ارتفاعات مؤقتة عظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، لأن احنا هنتأثر بشكل كبير بالكتل الهوائية الجنوبية، هيكون في سرعات رياح عالية بتتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعة، فده بالتالي هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة، فغدا هيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية، وده طبعا ممكن يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. بالإضافة كمان مع يوم الحد هترجع درجات الحرارة للانخفاض والمعدلات، وفرص الأمطار تظهر مرة أخرى على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فمهم جدا في الفترة دي ناخد بالنا من التقلبات الجوية، مهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية بسبب التغيرات السريعة في حالة الطقس من يوم للتاني، مهم كمان ان احنا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير، لان احنا ملاحظين ارتفاع وانخفاض قيم درجات الحرارة من يوم للتاني، فرق درجات الحرارة من فترة النهار وفترة الليل، فلازم عند الخروج فترات الليل متأخر او فترات الصباح الباكر استحضار جاكيت، ومهم كمان تكون القيادة بهدوء تام فترات النهار مع وجود الأتربة العالقة، لأنها ممكن تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، أو غدا إن شاء الله مع الأتربة والرمال المثارة مرضى الحساسية الصدرية والديون الأنفية وإحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات بسبب الأتربة العالقة أو الأتربة والرمال المثارة اللي ممكن نشوفها بكرة إن شاء الله، ودايما السلام على الجميع. حالة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر. حالة الملاحة البحرية على البحرين يمكن النهاردة في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، فهتكون معتدلة، والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن مع يوم الحد والاثنين الجايين إن شاء الله هيكون في سرعات رياح عالية على مسطح البحر المتوسط، وده هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط يوم الحد والاثنين الجايين، ارتفاع أمواج هيوصل لأربعة متر، يمكن كمان يتجاوز يوم الحد الأربعة متر ويوصل لأربعة ونص متر على البحر المتوسط، وهيكون غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن في 48 ساعة القادمة في اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 27 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 27-18، اسكندرية 26-17، العلمين الجديدة 26-16، مطروح 27-17،
دمياط 26-18، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 27-15، السويس العظمى فيها 27 والصغرى 16، العريش 26-15، كاترين 20-7، طابة 28-16، حلايب 27-20، شلاتين 28-20، شرم الشيخ 29-19، الغردقة 29-18، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 16، بني سويف 27-14، الوادي الجديد 28-11، أسيوط 27-12، سوهاج 27-13، قنا 28-15، الأقصر 28-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية لمنا ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا دمية.